أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا ساين يقول حججنا من السودان من الخرطوم فقالوا إن ميقات أهل السودان من جدة فأحرمنا من جدة وكنا مجموعة السؤال هل جدة ميقات لأهل السودان حيث حضرنا إليها عن طريق الجو جدة ميقات لأهلها ولمن نوى الحج أو العمرة منها أما القادم إليها فإنه يحرم من الميقات الذي يمر به جوا او بحرا او برا اذا حاذاه فالسودان جنوب السودان يمرون على على ميقات اهل اليمن على يلملم يحاذونه ما هو يمرون فوقه لكن يحاذونه وشمال السودان يمرون على محاذاه الجحفه فيحرمون من محاذاه الجحفه ان كانوا من شمال السودان او من محاذاه يلملم اذا كانوا من جنوب السودان انما ذكر الفقهاء قديما ان اهل سواكن من السودان اهل سواكن انهم ياتون محاذين لجده السواكن محاذيه لجده تماما ولا يمرون بميقات فهؤلاء يحرمون من جده اهل سواكن خاصه هذا ما قالوه سابقا ولا ادري عن دقه هذا الكلام نعم. المهم انه لا احد يتجاوز الميقات الذي يمر به الا وهو محرم اذا كان يريد الحج او العمره. وجده ليست ميقاتا الا لاهلها ولمن نوى النسك منها. نعم. اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنه.